تذكرون المحل مرة ثانية عام سنين تعلت إنه محل فوضى ومخالف للترتيب العمرانية وكل الشروط اللي تبدل من دهليز محل حلاقة وتجميل يعني سوسال، فما حتى فصل في كل الشروط يقول ما نجمش سوسال يولي سنتر ديستيتيك كوافور. بحتوني كامرأة، بحتوني كمواطنة تونسية ماشي في بالي عندي حقوق في بلادي، بحتوني كأم نصرف على ولدي وقراية ولدي، بحتوني كشابة تونسية ماشي في بالي في بلادي نجم نخدم ونجم نعيش. مازلتوا تسألوا علاش الشباب يرمي في روحه في البحر؟ ربي صبرني، ربي صبرني خاطرني جيت مرأة في تونس، ربي صبرني خاطرني جيت نحلم في بلادي. توما مش جوست أنا كهو قمعتوني، 3 نساء أخرين بصغارهم بعائلاتهم، شاد تكونوا فرحانين.